بالنسبه لي يعطينا الموقف ديالي من هذا الشيء. دابا شنو غادي شنو الخطه ديالكم من اجل التسويه ديال الوضعيه ديال هذا الصراع اللي كاين بين المكتب او الوكاله المستقله لتوزيع الماء وبين الساكنه اللي هي كتنتمي للجماعه الحضاريه ديال تيتا؟ غير على مثلا الموضوع هذا، كانت تما واحد القناه اللي كتجيب منها الوكاله ديال الماء، كتجيب منها المياه من المبوسه وكتجيب بها للمدينه. كلما هناك الناس ديال الوكاله عندهم واحد الصفه من اجل اصلاح القناه، وهناك تعرض ديال السكينه المبوسه لهذا الاصلاح، او حول كذلك بصفه عامه حول استغلال المياه الجوفيه ديال المبوسه من اجل تسويل الماء الصالح للشرب للمدينه. وهذا الطلب ديال السكينه المبوسه اللي كيرجع له لعده عند منذ تحملنا المسؤوليه على رأس الجماعه الحضاريه، ونحن نستضيف هذا المشكل وهذه الاشكاليه ديال المياه ديال المبوسه. الان والحاله تباتي، انا سبق لي جلست مع السكينه ديال المبوسه عده جلسات، وكجماعه حضاريه نعتبر ان ساكنه مبوسه هي جزء من ساكنه مدينه تازا، ومن مسؤوليه الجماعه الحضاريه الدفاع عن المصالح ديال المواطنين، حتى سكان مبوسه هم المواطنين ديال جماعه تازا. احنا كجماعه ما يمكنناش نقلوا بتاتا على ان نصوبوا القناه واستغلال المياه ديال المبوسه والعيون ينشفوا، وبالتالي غادي يوقع مشكل اقتصادي، لان المبوسه حنا كنعرفوا كتنتقص السكان ديال المبوسه. هناك عده شباب اللي متمركزين في الباديه، يعني في الدوار ديال المبوسه، وكيشتغلوا في الفلاح، الهدف ديالهم الوحيد، وبالتالي يعني الرزق ديالهم، مورد الرزق ديالهم هو المياه الجوفيه و يعني الاحواض السقويه اللي كاينه في المبوسه. هناك احواض سقويه مهمه، هذه الاحواض السقويه اللي الانتاج ديالها يعني من مستحسن الى حسن بفضل المياه الجوفيه. وبالتالي كاين تخوف للساكنه ديال المبوسه، ولكن تخوف حتى الجماعه على اساس الا تم استغلال المياه ديال المبوسه، ربما العيون اللي كاينه تما واللي السبب ديالها باش داك يعني الى بقينا حتى استغلينا الماء ديال المبوسه من اجل تسويل الماء الصالح للشرب مدينه ديال تازا، كاين التخوف على اساس ربما يتم غادي يكون غينشفوا العيون ديال المبوسه وغادي ترجع المساله، غادي تقول لي حتى المدينه ديال تازا تزويد الماء. حنا عندنا كاين عندنا السد ديال بغلوطه، كاين تزويد الماء الصالح للشرب من سد بغلوطه. انا كنشوف الاداره من الضروري، الاداره ديال الوكاله ديال الماء من الضروري باش تفتح نقاش وحوار مع المكتب الوطني للاستثمار الاقتصادي للشرب رونيك، خاصها تفتح معاه نقاش باش يرفعوا من ذاك الكميه اللي كيجيبوا من الماء ديال يعني من سد البلوطه، ونحلوا المشكل، ويمكن الاستغناء عن الماء ديال المبوسه، والامور عاديه. السيد الرئيس، اللي كاين هو انه الناس ديال المبوسه كيمتلكوا ملكيه فيها ملكيه سقويه تعتمد على السقف، بحالهم بحال الشكل القضيه ديال راس الماء اللي يرجع الطاير الشريف محمد الخامس اللي عطى الحق الاستغلال ديال المياه، مع تزويد تازا بواحد النسبه ديال المياه للمساجد والحمامات الى غير ذلك. اللي لاحظنا هو انه في السنوات الماضيه عند سقوط الامطار انفجرت مجموعه ديال ينابيع المياه ديال المياه، مجموعه المناطق منها المنطقه ديال الكوشه، ومجموعه ديال المناطق في السعاده والمسعوديه، هذا المحيط اللي كاين ديال جنان بردعي. وبالتالي كنشوفوا بان الوكاله والمجتمع ما استغلوش هذه المياه اللي كاينه، هي مياه جوفيه، من اجل استغلالها المدينه، في حين يتم التطرق للمياه او استغلال ديال المياه من طاقه فلاحيه واللي تشكل الحزام الاخضر ديال المدينه. لا، غير الانفجار ديال بعض العيون هو انفجار موسمي، لان كيجي في فصل الشتاء فقط، كاين شي عيون يعني دائمه على طول السنه، ماشي بحال الشكل ديال المبوسه. الشيء اللي وقع مثلا في الكوشه او ديال الكوشه هو انفجارات موسميه بمناسبه بطبيعه الحال فصل الشتاء فقط، ما يمكنناش نستغلوا هذه من جهه. والوكاله مشكوره، كتكون واحد المجهود كبير في هذا الاطار، غير قلت كما المطلوب هو فتح نقاش وحوار، ونجيب نجلسوا في الطبله مع على مع الناس ديال هناك باش نرفعوا من 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 العدد
يكون عدد كافي اللي غادي نبقاو نجيبو من السد بلوطا ديال الامطار المرعبه باش نزودو المدينه ديال تازا، ويمكن نستغناو على المياه الجوفيه ديال ماكوسا، لان في الواقع لا ما يمكنش العقل يقبل على ان نستغنى المياه الجوفيه وفي التالي افقار واحد الساكنه ديال ماكوسا. سيد الرئيس، غير في الاجتماع الاخير ديال سيادتكم كرئاسه مجلس البلدي بمعيه اعضاء المكتب ديالكم مع السيد العامل، تم التطرق لهذه النقطه هذه، مع العلم كوجهه نظر ديالنا احنا كاعلاميين ان الجماعه الحضريه بعيده كل البعد على النقاش والخوض في هذا يعني هذاك الشان ديال المكتب الوطني مع الساكنه، يعني سبب التنزيل ديال هذه النقطه في جدول الاعمال اللي خصو يتناقش فيه المسائل ديال المدينه ككل اللي هي اولي الساكنه ديال تازه. هو فعلا تلقينا بدعوه من السيد العامل رئيس الجماعه واعضاء المكتب من اجل اعقد لقاء مع السيد العامل، واستقر في مجموعه ديال النقاط العدد ديال 14 نقطه من برنامج الاعمال اللي كتهم يعني المصلحه العامه ديال المدينه وتسيير الشان المحلي. ما بين النقاط كانت مساله ديال المنطقه، عبرنا عن الراي ديالنا. فعلا الميثاق الجماعي واضح وكيحدد الاختصاصات ديال الجماعه والاختصاصات ديال السلطه فعلا، ولكن من الضروري من التواصل والتنسيق والتناغم ما بين السلطه والجماعه المحليه من اجل ايجاد بعض الحلول الناجعه للاشكاليات المطروحه على الواقع، خاصه في اطار تسيير الشان المحلي. ما بين نقاط التالو غادي نجلب نقطه واحده، لان تناقشنا 14 نقطه وانا طرحت كذلك واحد 20 نقطه اخرى، تناقشنا عده نقاط خلال الاجتماع ديال البارحه، تقريبا اكثر على ميزان 30 نقطه اللي تناقشنا مع السلطه الاقليميه المشكوره. وبالنسبه للمبوس عبرنا الراي ديالنا، الراي ديالنا اللي قلت لكم دابا هو اللي عبرت عليه البارحه مع السيد عادل. سيد الرئيس، هناك دعوات للساكنه عن طريق المحكمه من اجل توقيع تنازلات من طرف عامل الاقليم بواسطه عون قانون فوق القضاء. لا ادري، ما لا علم لي بهذا الموضوع هذا. انا اللي كنقول كرأي جماعه من الضروري ان ندافع عن السكنه ديال مبوسه كهي جزء من سكنه المدينه، وما يمكن لي شاي مثلا نمشي في التوجه على ان نمشي مع التوجه ديال بناء القناه او اصلاح القناه اللي يمكن لها تسبب في هاد العيوب تمشي تمشي. سيد الرئيس، واحد السؤال اخر، لمسنا هذا الاسبوع الفارط واحد الحمله في المدينه من اجل تحرير الملك العمومي من طرف السلطه. الساكنه تشكات بكثره من العيوب والانزلاقات اللي وقعت فيهم السلطه، بحيث ان ناس كيمارسوا التجاره في شارع ما استفدوش، الناس اللي لا علاقه لهم بالتجاره استفدوا، وقع واحد الخلط وواحد المجموعه نتاع الاشياء. ولمسنا كذلك غياب تام نتاع الجماعه الحضاريه في هذا الباب. هذا بغينا نعرفوا الموقف نتاعكم. غير ما بين النقاط اللي كانت موضوع نقاش البارحه مع السيد العام، وهو النقطه ديال تحرير الملك العمومي، لان منذ بضع اشهر راسلنا السلطه الاقليميه، الجماعه راسلت السلطه الاقليميه وطلبنا منهم في اطار الاختصاصات اللي كيقوم بها القانون والمشاريع في الاتحاد الجماعي باش تقوم بتحرير الملك العمومي بصفه عامه. الملك العمومي بصفه عامه حنا كنتكلموا ماشي غير على الطرقات مثلا اللي كاينين في وسط المدينه، شارع فاس، انوار الى اخره، ولكن كذلك حتى المقاهي. موقفنا من العمليه اللي تكلم عليها الاخ مؤخرا، احنا فعلا ما عندنا حتى شي دخل في هذه العمليه هذه. في الوقت اللي العمليه ككل احنا كمسؤولين نصفق لها عمليه ناجحه، تحرير الملك العمومي مساله مزيانه ناجحه، رغم على ان الجماعه ما تمش الاشراك ديالها في هذه العمليه فتا. المستفيدين احنا ما داخلينش فيهم، اللائحه لا علاقه لنا باللائحه. لان في السابق مع السيد الباشا السابق كانت عندنا عده جلسات وعده لقاءات بخصوص تحيين وارساء مجموعه ديال اللوائح، التحيين ديالها باش يكون عندها واحد الصبغه قانونيه واداريه ويكون عندها اجماع لا من طرف المجلس ولا من طرف السلطه ولا من طرف حتى الجمعيات والنقابات ديال التجار. لكن مع الاسف هذه اللوائح ما تخدوش بعين الاعتبار، هناك لوائح اخرى اللي خدتهم السلطه بعين الاعتبار، وتم تنفيذ هذه العمليه اللي الجماعه ما عندها حتى شي علاقه بها، وحنا ما كناش طرف هذا الموضوع بتاتا، ولم يتم اخبارنا في ما يخص هذه العمليه. كنشكرك سيد الرئيس.